نفسي تتعدى الكرة لأحمد العكيشي، أحمد العكيشي باب كومي يقطع الكرة، أمير العمراني، سليم المحجبي، ثم حسين الراقد في التغطية في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، تمشي الكرة هاريسون أفول، أفول يوصلها للبلايلي، يخرج يوسف طرابلسي، البلايلي والهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي، خروج خاطئ ليوسف طرابلسي والبلايلي يستغل هذا الخروج يسجل الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. والحقيقة هو الامداد الكروي الممتاز من هاريسون افول، شوف يشوف البلايلي في موقع مناسب، يخرج الطرابلسي والبلايلي يستغل هذا الخروج الخاطئ ويسجل الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي 2-0 لهنا في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. ترجع الكرة لصالح المستقبل محمد تويتي، محمد تويتي.